أول بلد أعلن ولاءه وتشيعه لآل البيت في زمن رسول الله هو البحرين. والبحرين كانت تبدأ من نهاية البصرة يعني بداية الكويت، ومرورا بالأحساء والقطيف وإيوال. إيوال هسه يسموها بحرين، هاي اسمها إيوال، إلى سلطنة عمان، هاي كلها بحرين بما فيها الكويت، كلها بحرين. هذه أول بلدة أعلنت ولاءها لأهل البيت. بعدين طلع التشيع من الجزيرة العربية، وين راح؟ راح توسع إلى لبنان، إلى جبل عامل عبر أبي ذر الغفاري، وهناك في بلاد الشام انتشر. ثم التشيع جاء من الحجاز إلى العراق عبر